الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. النهارده معايا ضيفه، طبعا هي جايه من الفيوم هي وزوجها واولادها، طبعا شرفوا قناه الناين لايف. هتعمل لنا اكلات العيد. اكلات العيد بتحلى من ايد الساده العظام سيدات اللي من الريف المصري الجميل. هي الفيوم ما تعتبرش ريف، وما عادش في ريف دلوقتي، كلهم مدن، ويمكن احسن مننا بكتير، او يمكن ما فيش حد احسن من حد، كلنا مصريين يعني جمال وعظام جدا. النهارده معايا الاستاذه ايمان. ازيك يا استاذه ايمان؟ ازاي حضرتك؟ رحب بالساده المشاهدين، وفك نفسك عشان انت التوتر عندك جامد، او انت هتعملي لنا اكلات عيد. السلام عليكم واهلا بكم كلكم، ويا رب تكون ضيفه خفيفه على قلبكم ان شاء الله. ان شاء الله. اتشرفت ان انا مع الشيف محمود وفي قناه ناين لايف. يا رب دايما. انت شرفتينا. جايه منين؟ من الفيوم. الفيوم احسن ناس، وناس طيبه وناس جمال. الفيوم وطنطا الحته دي، اعرف ان الناس اللي فيها ناس جميله وطيبه، وكل الناس حلوه. ربما حد يقول يعني احنا مش حلوين. الحمد لله جبت سيره بلدي، الحمد لله. طيب انت النهارده انا شايفك جايبه اكلات العيد بقى اللي انا مش شاطر فيها قوي، بس اعرف ان انتوا شطار فيها قوي. نتعلم منك يا شيخ. الله يخليك. الريحه ما فيش زفاره، ما فيش اي حاجه، اللي هي دواخل الذبيحه. وهتعمل لنا باميه بالرقه بالضان. طيب تحبي نبدا بايه؟ هنبدا بالباميه ان شاء الله. طيب هنبدا دلوقتي بالباميه. استاذنا الرائع استاذ محمد عماره هننزل بمقاديرها، وهقول لكم الدنيا فيها ايه. اقري انت بقى المقادير وجلجلي وفكي واضحكي. ثلاث حاجات اهو. كيلو لحمه معانا من رقاب الضاني، الجزء بتاع الرقبه بتاع الخروف. تمام. ومعايا نص كيلو باميه. خدت عليه غلوه كده بنص ليمونه. حلو. وعشان اجهزه يعني يبقى معانا على طول. واللحمه برده خدت عليها شوحتها كده الاول بمعلقه سمنه. اقري اقري المقادير. معانا الاول بصله، طاجن الباميه باللحمه الضاني. معايا نص كيلو باميه. تمام. وكيلو لحمه. حلو. وبصله وسط، وقرن فلفل حار. واتنين معلقه ليا ضاني اللي احنا هنشوح فيها اللحمه. حلو. ومعلقه صغيره ثوم مفروم. تمام. طيب نرجع تاني كده مخرجنا الرائع ونشوف الدنيا فيها ايه. قولي لي بقى انت عملت ايه؟ انت قلت لي اديني الاستوديو نص ساعه بس. عملت لنا ايه في الباميه؟ عشان يعني دي احلى اكله تقريبا في ال عيد الاضحى. انا خدت على النار. ايه رايك؟ وانا هجيب لك انا الحاجه. قولي بقى كده عشان بيبقى في عرايس كمان عايزين يعرفوا كل حاجه. هنا انت حطيت ايه على النار؟ هكشف لك كده الحله. احنا حطينا هنا اللحمه، خدناها تشويحه مع السمنه مع التوابل بتاعتنا. حلو. اللي هي فلفل اسود وقرفه وجوز الطيب وكزبره، كزبره ناشفه وكمون. عايز اسالك على سؤال بالامانه. بس بدون اعلانات، الضان اللي انت جايباه ده ما فيهوش ريحه زفره خالص. انت اللي عارفاه ولا صدفه ولا جزار نظيف؟ لا لا، انا متعوده اجيب من الجزار ده، يعني متعوده على حاجته بصراحه نظيفه. يعني رقبه وضاني مفيش ريحه ضاني خارجه عليا خالص. لا لا. ولا صنعت ايديكي في الشغل؟ هو طبعا الصنعه والتوابل والنظافه. وبرده لما تتعاملي مع حد نظيف بتبقى حاجه حلوه برده. طب هي اللحمه الضاني بتتغسل؟ يعني هم بعد ما يذبحوا كده، احنا عارفين ان هي اللحمه الوحيده اللي بيبقى فيها سنه زفره. لازم بشطفها بس عشان ايد الراجل مثلا او القرمه اللي بيكسر عليها، بس ما بغسلهاش غسيل عميق يعني. انا بشطفها بس بميه. بميه جاريه من الحنفيه. تمام. طب يلا قولي لي بقى، قولي لي هتعملي ايه كده براحتك. انت الاول حطيت اللحمه. شوحنا اللحمه كده علشان ناخدها نص سوا. وحطينا عليها كوبايه ميه شوب كبيره وميه سخنه. طبعا بعد ما شوحتها وحطيت عليها التوابل. كده خدت اللون ده معانا واستوت نص سوا. هننزل بقى عليها دلوقتي بالباميه دي، هناخدها تقليبه، وبعد كده هننزل عليها بالطماطم. استاذه رضوى الاول عشان تفكي. ماشي. استاذه رضوى. لا استاذه رضوى اهلا بيكي كده. ايوه كده. اهلا بيكي يا استاذه رضوى. لا بصي يا استاذه رضوى، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا استاذتنا الغاليه؟ كنت بتكلم على التليفون مع حضرتك. يا استاذه ايمان مع حضرتك، كلميها فكيها انت شويه. اهلا بك يا استاذه رضوى، منورانا. ازيك حضرتك؟ تسلم ايدك يا مس. ايه رايك في اهل كنت عايزه اطلب منك طلب. يا استاذه ايمان اتفضلي يا حبيبتي اطلبي. كنت عايزاكي تعملي لي الفراخ المقرمشه، تقولي لي طريقتها. ان شاء الله. حاضر حاضر. ماشي شكرا. العفو يا ست الكل.
طيب يلا بينا. انت دلوقتي حورتي ايه هنا؟ اللحمه بالتوابل. قولي شايفه الكاميرا؟ اللحمه بالتوابل ونزلنا عليها بكوبايه الميه لما اتشربت خالص. هننزل دلوقتي عليها بالباميه. ولا بصله ولا ثوم ولا اي حاجه؟ لا احنا كده حطينا البصل والثوم حورنا معاه مع اللحمه. مع اللحمه والتوابل وشربناها كوبايه الميه لحد ما استوت نص يعني استوت نص سوا، وبعد كده هننزل عليهم بقى بالباميه. تمام. لازم تكون رقبه؟ لا عادي، ممكن اي جزء من الذبيحه عادي، ما فيش اي مشاكل. خدت الباميه دي سلقه معلم؟ برافو عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هتتعمل طاجن بعد كده؟ هات اي حاجه بقى معاكي. الدقاش هتبقى طاجن بعد كده. هنقلبها بقى كده. حلو. هعلي لك النار شويه وبعدين هتدي صوص طماطم. تمام. هندي صوص الطماطم وبعد كده هنخليه ياخد غلوه بس معاه زي تتسبك نص تسبيكه كده، وبعد كده هنحطها في الطواجن في الفرن وعلى وشها يعني شرايح طماطم. برافو عليك. طيب حطي الاول الطماطم ونغطي، ايه رايك؟ مين اللي علمك بقى؟ والدتي طبعا، وبنتعلم من حضرتك يا شيف. ربنا يكرمك. طب والدتك موجوده؟ موجوده. طب ابعتي لها التحيه والسلام بما انها علمتك. لا هنا على الكاميرا دي بقى، نرجع للكاميرا. ربنا يخليك ليها يا ماما. هي عارفه ان انت موجوده بتتفرج عليكي دلوقتي. اسمها الحاجه ايه؟ ام ايمن. الحاجه عواطف. ست ام ايمن. الحاجه عواطف. طبعا يا حاجه عواطف انا بشكرك جدا، ويا رب يكرمك ودعواتك لينا جميعا وللبلد بتاعتنا يا رب. وعايز اقول لك ايمان خجوله شويه، بس يعني هنفكها. ما فيش حد لما بيتفك في الحلقه وبالذات على اخر الحلقه. اقفي بقى كده وادي وشك هنا كده وبطلي الخجول ده. كلمي مدام ميرفت. اهلا يا مدام ميرفت، منوره. انا لسه مكلمه بيك والله، لسه مكلمك دلوقتي يا حاج محمود. يا رب يخليك ويكسر المرض. ربنا يخليك. رحبوا بمدام ايمان الاول وفكوها معايا. منورانا ومنور الشاشه والله العظيم القمر ده والله. الله يكرمك. الله يكرمك. ربنا يكرمكم يا رب ويجعله كده حاجه حلوه وحاجه كبيره عند ربنا يا رب. يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي يا رب بحاجه النيل والحاجه الحلوه. الحاجات الحلوه ديت والله. ده حضرتك من الفيوم يا مدام ميرفت؟ حضرتك من الفيوم؟ ايوه. احسن بس واجدع ناس. بستنى الوقت اللي حضرتك بتقعد والله العظيم عشان اسمعك واتفرج على الحاجات الجميله دي. ده شرف لينا يا ست الكل. انتوا بلد جميله ومفروض بلد سياحيه جميله. ربنا يكرمك ويبارك في عمرك يا رب. يا رب يا حاج محمود. انا خدت رقم حضرتك اهوت والله عشان ان انا اكلم حضرتك يا حاج محمود والله. يشرفني. ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي. وعايز اسمع بقى، عايز اشوف القلب بيتعمل ازاي اللي هو بالسل. حاضر. حاضر. طب حاضر عيني. طب تؤمري اوامر. القلقاس بالسل تعرف تعمليه؟ طبعا. طب يلا. القلقاس بالسل بنجيب القلقاس بنقشره وبعد كده بنغسله غسله عاديه خالص كده بشويه ميه دافيين، وبعد كده بنحطه في شوربه وبناخد عليه غلوتين، وبعد كده بنعمل السلق بالكزبره على النار وبنحط عليه ثوم مفروم وكزبره جافه ونقلبه كويس لحد ما يعمل اللون الزيت اخضر خالص كده على الوش، بعد كده بنحطه عليه وبياخد غلوه مع بعضيه وخلاص. حلو قوي. تمام. اخبار البحيره عندكم عامله ايه؟ كويس يا شيخ. حلوه. انتوا بلد سياحيه جميله. الفيوم دي من الحاجات الجميله. طيب هتعملي لنا ايه تاني؟ هنعمل ممبار بقى النهارده يا حبيبي. انا عامله دلوقتي برضو نسخه مجهزاه علشان ما ياخدش معاكم وقت. شايف فشه برضو وكرش. ده برضو هيتعمل نظام طواجن. او ممكن نعمله في صينيه عادي خالص على البقية كله بس على البوتاجاز. بتبقى جميله جدا وتغيير عن ان احنا نسلقها ونحمرها، يعني بتبقى حاجه جديده وحلوه. طب كويس. انا بعطلك دلوقتي الطماطم اللي انت عايزه تحطيها على الوش. تكلمي الكواليتي كنترول، العقل المفكر بتاعنا اسمه استاذ خالد. ماشي. استاذ خالد اهلا بحضرتك. استاذ خالد اهلا بحضرتك. ايمان منوره القاهره كلها والله. ده نورك يا استاذ خالد. وديتي بديكي مقدمه. الله يسلمك. شيخ محمود ازي حضرتك؟ الله يكرمك. سعاده الباشا اهلا بيك. حبيبي حلقه السجوع امبارح كانت هايله جدا. الله يكرمك. امبارح عملنا ايه يا استاذ خالد؟ والله العظيم. بص يا سيدي، بس سؤال استنى كده على السجق عشان ما اقطعش حضرتك. اللي حضرتك السجق، انا سمعت ان السجق المستورد بيعملوه بعنق صناعي.
سيما الروز. اتاكد لي بس من المعلومه دي يا شيخ، بما ان حضرتك ليك اصدقاء بره في مصانع بروسيس ميد اللي هي اللحوم المصنعه. اتاكد لي بس من المعلومه ديت، هل في فعلا هوك مصنع بيعملوه بالسجق من بره ولا لا؟ اللي هي ماده السيليلوز. سيليلوز وبتخش بتبقى بديله للعنق، بتعمل في جميع انواع السجق. تمام. وال اسمه ايه؟ الفركوتر. الف بالظبط. خلاص يبقى انت خارج يا شيف، وعايز يبقى ده مره مدام ايمان. الله ان شاء الله ان شاء الله منوره الشاشه ايمان ايمان. الله يخليك يا استاذ خالد. اسلم لي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. معاك سلام. تعالي بص كده ست الكل عشان نبدا نغرف، ايه رايك؟ ونخش الفرن. ها ايه الاخبار؟ كده على كده ولا ايه؟ ماشي كده. ولا عايزاه تغلي شويه براحتك زي ما انت عايز؟ لا كده تمام. طيب نجيب كده اهو، وابتدي اجيب لك الكبش كده او اللوش بتاعنا، وتعالي كده. الله انت لقيتي. طب كويس، انا بحب استخدم الاستانلس بس تقريبا راحت غسيل ومكوى. بقى نيجي كده، راحت قسم التطهيرات. ما تكتريش بقى قوي عشان ايه؟ ماشي. يقعد قد ايه في الفرن بقى يا مين؟ بيقعد مثلا بتاع 10 دقايق ربع ساعه، لان احنا كده مسويين كل حاجه. اللحمه كده مستويه؟ تمام. حلو. طيب بتاخد طشه او اي حاجه زي كده؟ لا لا. انا حاطه لها توم وحاطه لها بصل. توم وبصل؟ اه. تمام. ولازم لحمه رقبه؟ لا عادي، لازم اي قطعه من اللحمه عادي تنفع. اللحمه الرقبه نفس سعر ال ال الفخده او لا. اقل او زياده؟ اقل. اشمعنى؟ مش عارفه. طيب ممكن عشان تعبني شويه ولا حاجه. اتضني كله كده. اهلا بيكي استاذه سلوى. ازيك يا شيخ محمود؟ حضرتك ايه؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ الحمد لله. ازيك يا مدام ايمان؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ربنا يكرمك. الحمد لله. تسلم ايدك على الله يخليك يا رب. تسلمي لي. دكتوره سلوى اللي معايا ولا؟ لا لا يا سيد محمود. على راسي. انا متابعه حضرتك من زمان جدا. يزيدني الشرف يا ست الكل، يزيدني الشرف. الله يخليك يا سيد محمود. يا سيد محمود انا طالبه من حضرتك طلب. سعادتك تامري امر طبعا. اقعدي انا. عايزه بيتزا اللي هي حضرتك القنوات. هي بتاخد 3 دقايق بس في الفرن. تمام. ايه تاني؟ وعايزه اخد حضرتك ضروري جدا. طيب الاول ما تقفليش، كلمي استاذه عماره ارجعي له، يعني هيديك رقم التليفون. اما بالنسبه للبيتزا حاضر. عايزاني في حاجه مهمه جدا، لقيتيني شغلانه جديده ولا لا؟ يا استاذ محمود بس حضرتك يعني انا عجزت يا ريس خلاص. لا 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 اللي زينا اللي زينا يضربوا بالنار. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا رب، اصل نفسي اسيب عماره بصراحه بقى. ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحه. بيعملوا معامله قاسيه قوي. ربنا يكرمك، دول اخواتي والله. الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك وانت بقى امانه بقى لطنط حنان كتير. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. من اجل الامانه عايز اقول لكم على حاجه، احنا هنا في النايل لايف في مدينه الانتاج الاعلامي. والله من احد الساده فاضل مهندس صوت الاضاءه كان معايا امبارح، فبقول له سبحان الله، يعني احنا الصف عباره عن حاجه كده زي ما نكون اهل، وبنيجي بدري عن ميعادنا بالساعتين عشان نقعد مع بعض. يعني سبحان الله، يمكن في كل قناه حصل كده عشان ما تقولوش، لكن هنا في حته اهل يعني زايده شويه. ايمان تاخدي فاصل نشيت عرقك وتستردي نفسك كده، قول لها كلمه يا عم محمود. ده انت اسمك على اسمي. والولاد اهو، بصي عمال يصورك بالموبايل اهو، لازم تتحكي. نوع ايه الموبايل ده؟ هات يا الموبايل ده، شيل حاجه تانية صغيره. هناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه. أنا بحضراتكم قبل الفاصل طبعا عملت لنا طاجنين باميه حلوين قوي بالرقبه الضاني ايمان، ودلوقتي هتعمل لنا طريقه جديده للكرشه مع الفشه، انا مش عارفها بصراحه والله. ننزل بمقدار الاول وايمان تشرحها لنا بعد كده. يلا بينا. مقدار ايه؟ مقدار معايا نص كيلو مثلا من الكرشه، نص كيلو من الفشه، معايا بصلتين كبار متقطعين جوليان،
حلو قوي. بصي فيشه وكرشه. آه. نص كيلو فيشه وكرشه، فلفل آه. الوان، طماطم، سمنه، توابل، كمون، كزبره، ثوم، فلفل. اه بقدونس برضو بنحط منه شويه عليها. بناخد بقدونس عليها. آه. دي مين اللي علمك الطريقه دي؟ انا اتعلمتها كده يعني مجرد ابتكار. اه انا يعني غيرت فيها بدل ما بناكلها، يعني عندي اولادي ما بياكلوهاش متحمره وكده. آه. فانا حبيت اطور لهم فيها بقى. كلهاش متحمره يا بنت. حد يلاقي فيشه وكرشه وما ياكلهمش؟ صور يا اخويا صور. طيب الكرشه بتنضفيها ازاي؟ بكل صراحه اسمع اللي بينضفها بالكهرباء، اسمع اللي بينضفها بالكلور، اسمع اللي بينضفها ببنزين العربيات. يا خبر واحده يعني انا بلاقي حاجات على السوشيال ميديا رائعه. فيشت العربيه ازاي ولا فيشت الكهرباء ازاي؟ بيكهربوها يعني ولا مش عارفه؟ طب قولي لي انت بقى بتنضفيها ازاي؟ انا بحط عليها ميه نار بقى. كوبايه خل. لا. آه. كوبايه خل وشويه ميه دافين. حلو. وبسيبها بتاع نص ساعه وبرجع اجيب البلانشه والسكينه وبطلع الطبقه السوداء اللي بتبقى على الوش كلها بالسكينه. بتطلع معاكي في بيكنج باودر او كربونات تقريبا؟ لا لا. وميه مغليه؟ لا هي ميه دافيه وعشان ما تستويش معايا. آه. انا بغسلها ميه دافيه ومع كوبايه خل وبسيبها نص ساعه وتبتدي تجرد. آه. تتجرد معاك؟ بتتجرد بكل سهوله ما بتاخدش اي وقت. كده وبعد كده برجع بقى اغسلها بملح وبغسلها بخل تاني. آه. وبنقعها في ليمون ودقيق. طيب افرضي بعد ما شطفتها لقيتها حته زفر لسه؟ لا بشطفها تاني وتالت وعاشر يا جماعه. خلاص شفت بتتنضف ازاي كرشه؟ انما بفشت الكهرباء وبالكلور وبنولع ميه وننقعها شويه ميه نار مفعش. ده اكل. الله يكرمكم الله يكرمكم. في ناس بتصدق. خلينا كده نبقى يعني واقعيين. استاذه سوريا اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. اهلا بيك يا شيف محمود. ازاي معاك يا ست الكل؟ الله يكرمك. وازاي الضيفه اللي معانا الجميله دي؟ بترحب بسعادتك. اهلا بيك يا مدام سوريا. اهلا بيك. بقول لك ايه يا محمود؟ امري نبي. دلوقتي انا عملت اللازانيا. تمام. الرقايق انا فاضت معايا العجينة فاضت معايا، عملتها وحطيتها في الفريزر. اه فرقت؟ انت بتتكسر منك. اه تبوظ ولا ايه بالظبط؟ بص اقول لك على حاجه، الموضوع كله مش هيكلفنا 2 بيض وكوبايه دقيق ومعلقه زيت عشان اعمل عجينه اللازانيا، لان التركيبه اللي جايه اغلى واصعب ان كان لحمه مفرومه او جبنه موزاريلا او بشاميل. فاحنا هنستغنى عن العجينه دي ونعمل عجينه احسن. يعني خلاص دي خلاص بالظبط كده. اوكي. طب الفراخ البروست بنستبدلها بايه ويعني تتعمل ازاي؟ ما اتفرجتيش على الحلقه اللي انا عملتها امتى؟ ما انا مش عارف والله، ما كنت عارف اعمل ايه امبارح لولا استاذ خالد قال لي سجق. لا امبارح كان السجق. ده انت متابعانا اهو بقى يا استاذه سوريا. ايوه طبعا. الله مكان ما تروح انا متابعاك. ربنا يكرمك يا رب. انا اشرحها لسعادتك دلوقتي ولا يهمك من حاجه؟ اوامر. ربنا يكرمك. يلا الست الكل روح على قسم السخن. في عندنا قسم السخن وفي عندنا قسم غسيل ومكوه وفي عندنا جميع الاقسام موجود. يلا ادي كده الكرشه. هاتي لي بقى بقيه حاجتك كده وقولي لي اساعدك في حاجه. ده احط لك شويه زيت. ده احط السمنه بلدي. سمنه بلدي. تعيرين ها؟ دي نجيبها برضو يا ريس. يلا هننزل كده بمعلقه السمنه. تمام. بلدي بلدي دي من الفيوم. كيلو بكام عندكم؟ كيلو ب115. 115 جنيه. الله ريحتها حلوه فعلا. اللي دي تعمل بيها الرواق بقى ايه؟ اشيل بس الطبق ده، اي حاجه تقابلك الدهاني. هننزل بقى كده بالكرشه معانا. تتحمر الاول. ماشي ماشي. ركزوا يا جماعه في الطريقه دي لان احنا عايزين عدة طرق للكرشه والمنبار هننزل عليها على طول بالفشه برضه. على فكره انت حد كويس قوي لان لغايه دلوقتي انا مش شامم ريحه زفاره. والله والله الله يكرمك. ومش هجملها مش هجملها، بس يعني عارفين فشه اصل لازم تلاقوا فيه كده تاكد يعني كمناخيري كشيف. لو كنت شيف انا اللي اقدر اجيب سنه ريحه زفاره. مفيش. غسلت الحاجه دي ازاي والفشه بتغسليها ازاي؟ الفشه انا اهم حاجه عندي، مش مهم الطريقه اللي الناس بتشتغل بيها، انت ازاي شلت ريحه الزفاره من هنا؟
انا بغسل كذا مره بالليمون وبالخل وبالدقيق وبالملح. عندك غساله اوتوماتيك ولا؟ لا على ايدي. غساله عاديه؟ لا عندي اوتوماتيك للغسيل بس ده على ايدي. برافو عليك، انا مبسوط قوي عشان يعني ولا كانك بتعملي كرشه ولا بتفكريني اما كنت بخش المطاعم دي، بس ما اعرفش كان بيبقى الحاجات دي بتاعه. احنا بنتعلم منك يا شيخ. ربنا يكرمك. ما اعرفش كانت بتبقى بتاعه جاموس وخرفان وبقر ولا ايه بتاع المحلات يعني. ده بعض المحلات انا كنت بدخلها. لسه طالب بقى وبسترخص. ايوه بس كنت ببقى بخرج من هناك بقى شاكك بس يلا. هبصلك على الفرن بصه كده يا امام. هننزل دلوقتي بالبصل ومعلقه الثوم المفروم والطماطم. تمام. الطماطم دي انا مقطعها شرايح بس حيشه القلب بتاعها. القلب اللي كله ميه ده انا حيشاه. شايله القلب بتاعها. دول طماطمتين. على قلبها قوي. طب كلمي رنا كده. لا عشان هي ما يبقاش فيها ميه بس كتير. كلمي رنا. عايزه تحط ملح وفلفل. اهلا يا رنا منوره. انا بساعدك. رنا اهلا بيكي. استاذة رنا تدي ملح وفلفل ولا حاجه؟ لا انا عامله مجموعه التوابل دي. قولي لهم مالكيش دعوه بيا، انا مساعد بتاعك. ماشي. التوابل ده عباره عن جوز الطيب وتوابل لحمه انا بجيبها جاهزه كده من عند العطار وكزبره وكمون وفلفل اسود وحبهان. هو بيعمل لك كل ده؟ لا انا ضايفه الحاجات دي بس انا بجيب نوع توابل خاصه باللحوم يعني من عند العطار. ده اسمها ايه؟ انا بقول له توابل اللحمه هو بيدهاني بيجمعها لي وبيدهاني. وانت مقتنع انها توابل اللحمه؟ انا بجيبها والله هي عجباني ريحتها يعني بتبقى طعمها حلو. انا بحب بس اسمع يعني العطار بس انا ضايف عليها كزبره وفلفل اسمر وجوز الطيب وحبهان زي النودلز اللي يقول لك اصل ده باللحمه وده بالفراخ وده بالخضار. ايوه. ويلا يا شعب كله وكله ملح جلوتومات. ايوه. ولادي يقولوا يا بابا ما بناكلش الا باللحمه. ماشي يا ابني يا حبيبي. يا ابني ما الجزار جنبينا يقول لي لا النودلز باللحمه. قال يعني مقطعين في لحمه. ها استاذه نسرين اهلا بيكي. بحط معلقه منها كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بسعادتك. ازيك يا شيخ؟ ازاي ما عليك يا ست الكل. الله يسلمك. معاك. انا من الاهليه. ده على راسي من فوق دي بلدي. الله يخليك فيك. الله يخليك يا رب تحت عمرك. انا صاحبة ايمان. طيب اهو الحمد لله وشاهد شاهده من اهلها. الاسم نسرين. نسرين ازيك يا نسرين عاملة ايه يا حبيبتي؟ الله يسلمك. من امتى اهلها يا نسرين؟ انا من المنصورة. منصورة؟ احنا قبليكوا بشوية كده سهرت. اسمع انا. ها؟ بعد كفر الشكر على طول. اعلانات يلا اعلانات ايه؟ اعلانات في الناين لايف. لا انا اشوف الفيتشا والكرشه من ايد ايمان يعني. المفروض كفر الشكر والدقالية يدفعوا لنا والمنصوره. تسلمي لي يا نسرين. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا رب. بيعلمك الشطاره دي. الفيتشا حلوين يا ايمان. انا شاطره في المطبخ بحب المطبخ جدا. كلميها. ايه نسرين يا حبيبتي؟ بقولك صراحه الفيتشا والكرشه عجبوني. حبيبتي تسلميلي. بصوا لنا بقى في اللقمه اللي هناكلها. ربنا يكرمك. شرفتيني. اهل الدقهليه على راسنا طبعا. ربنا يكرمك. منصوره دلوقتي بقت عباره عن فرنسا رقم 2. ما شاء الله. والله انا بشكر المحافظ منصوره طبعا. انا كمواطن يعني مصري لان رحت المنصوره كان عندنا ايفنت هناك فرنسا رقم 2. فرنسا والله يعني بشكرك وبشكر كل مسؤول طبعا انا اطلع مين يعني بس كمواطن مصري بيهتم جدا بالمكان اللي هو فيه. سعدت جدا بالمنصوره والله كمواطن مصري. رائعه. قطعه من فرنسا فعلا. فربنا يكرمك. انا ما اعرفش اسمك والله لكن انا بشكرك. تسلم ايديك. هننزل بقى بالملح. ما تكتريش الملح. لا هي معلقه كده صغيره بس. تعرفي استاذه ايمي؟ هتعرفيها منين؟ ايمي مين؟ ما انا بقول لك تعرفي استاذه ايمي بتقولي اهو. لا تعرفها يبقى اكلمها انا. حظي انا بقى. يا استاذه ايمي اهلا بيكي. يا استاذ محمود. ازاي سعادتك شفتي تابعنا؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الحمد
منورين برنامج والله. ايه رايك في الكرشه والفشه دول؟ والله لا احنا معزوم عندكم النهارده. والله عايز فين عيش، انا اللي ما باكلش الحاجات دي والله نفسي اتفتحت. مش ما بحبهمش يعني، يعني كده بقى زي ما تقولي، لكن حلو قوي. يا عيني يا باشا، تسلم يا مش قاعدين بيدلعوك يا ايوه. الحمد لله يا حبيبتي بخير. ده نورك. تسلم ايدك والله. الله يسلمك. يا رب تسلميلي. شكر قوي قوي. بص يلا شد حيلك يا ام سهل. عايز اعرف طريقه القرص بالعافيه. عينيا ايه تاني؟ يعني بذمتك بذمتك ده وقت الفشه والكرشه ونخش على المعجنات واللقاط. معلش والله معلش. طب حاضر عينيا تأمري اوام اوام. عايز اقول لكم بقى، بصوا على الست المصريه والريفيه، وزي ما قلت لكم كلمه ريفيه او من صعيد مصر دول شرف وتاج لينا. كان في احد القنوات كنت قلت ممكن تكون الحاجات دي مش موجودة لأهل الصعيد وأهل الريف، كان محسن كيك تقريبا حاجة زي كده، ويمكن جالي بعض التعليقات مالهم وبتاع. قلت له انتوا تاج على رؤوسنا، مش عشان أنا شيف محمود ولا إن أنا أجاملكوا، ومش رأيي أنا هو اللي هيبقى الأول والآخر، ده كل الناس بتعتز بيكوا، فإن انتوا دايما ليكوا لمسة. كنا الاول بنقول من الخضار عندكم بيطلع من الارض، ولكن تقريبا الموضوع مش موضوع انه خضار يوم الخميس بيعملوا محشي ولحمه، ليها ريحه مش قابلها في حياتي. الريحه اللي انا شممها دلوقتي والطريقه دي، انا اتعلمت حاجه جديده النهارده، ما بجاملش ايمان يعلم الله، انا لا بعرف اجامل ولا نافق ولا اقول لحد، والا كان زماني في حاجه تانية يعني. فانا عايز اقول لكم ان انا سعيد بايمان جدا، سعيد بطريقه الجديده ديت، سعيد بان الموضوع كله ما كانش فيه اي ريحه زفاره. هناخد الفاصل دلوقتي نرجع نعمل الكينج بتاع سفره عيد الاضحى. هو فعلا الكينج ولا انت ليكي مسمى تاني؟ لا هي فعلا هي دي الاكله. هو انت ما فطرتيش؟ صوتك واطي ليه؟ لا فطرت والله. طيب هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل المنبار. فاصل اهو لحضراتكم. بعد الفاصل طبعا ايمان عملت لنا، يلا ايمان اغرفي، عملت لنا زي المزاليكا كده، عملت لنا فشه وكرشه بشكل مميز جدا. هنضيف شويه بقتون الصغيرين كده مش كتير. اه وهنقلبهم وهنغرف بقى خلاص. تمام هاتي لي بقى البقدونس. ونبقى نغرف عليه المنبار. استاذ محمود زوجك بيحب ياكل بقى الاكله دي بالرز ولا بالعيش؟ لا بالعيش. قولي انت المفروض تقوليلي انت حشري، انت هتستفيد ايه؟ يعني السؤال ده انا استفدت منه ايه طيب؟ بكلام الجد والله. طب قوليلي بقى يا اختي، هو بيحب عليه الملح كتير ولا دلع؟ لا مظبوط. انت مش عرفت الطريقه، ايه الاسئله اللي انت بتسالها دي؟ صح؟ اه. مش قادره ترد عليا خالص، طلع لك الباب. السواري يا ايمان ما احبش الحشري؟ طبعا. يا عم انت ايه اللي مزعلك؟ الله عليك يا ايمان، اوعي كده يا ايمان وسعيلي. النهارده انتي بجد ابدعتي. ادي اللحمه الضاني اهي يا جماعه، الرقبه خليهم يغلوا كده بقى، ومخرجنا الرائع يجيبهم. الاثنين يا عماره هتاكلوا الطاجنين؟ طيب ما حدش يجي جنب الطواجن يا جماعه، عماره حجزها. خش كلمة ام باسم يلا. اهلا يا ام باسم منوره. اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي ستي، كل سنه وانتم طيبين. وانت خير يا ست ام باسم. وانت خير. يا ست محمود انا عايزه اطلب طلب منك. طلب واحد بس يا ام باسم، ده اوامر. الله يخليك الله يخليك. اولا عايزه نبره حنونه. تمام. تاني حاجه عايزه شاورما فراخ بس ما يكونش فيها بهارات كتير. عيني ايه تاني؟ سمعينا سمعينا. بس الحلقات ما بتنزلش على اليوتيوب يا شيخ محمود. حلقات ايه؟ تلفزيون؟ ايه هقول لك على الهيئه الوطنيه للاعلام. تمام؟ اه والله الهيئه الوطنيه للاعلام، وهتلاقي الـ البرامج بتاعت الناي لايف بتنزل عليها. يزيدنا الشرف يا ست الكل، انا يزيدني الشرف.
تسلم ايديكي، ربنا يخليك. يعني بلاش معاكسه ليها، بلاش معاكسه ليها. حاضر، ما انا ما عكستش اللي قدام الشغل مش هيمشي. لا معلش. حاضر حاضر يا ست الكل. انا بتابعكم على طول على فكره. ده شرف ليا، شرف ليا. خليك كات على طول يعني. انت تاج على راسنا يا ست ام كسر. تسلمي لي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامة. ألف سلام. طيب لغاية ما أنا أروح نزلي مقادير المنبر مخرجنا العبقري، لغاية ما أنت هروح أنا أحمر لك المنبر ده. وأنت إيه هتحشي وتقولي لنا عملت الخلطة إزاي. مقادير المنبر إيه مخرجنا العبقري؟ مقادير المنبر بتاعنا طبعًا منبر، ما مش معناها نكتب فراخ ولا حمام يعني. لا. هيبقى نص كيلو منبر أو كيلو، ده الطبيعي. ورز، لأن هنحشي رز. هو كيلو. طب يلا خش يا ريس في اللي بعده. كيلو كيلو منبار وكيلو رز بياخد. كيلو طماطم وتوابل طبعا، انا ما بحطش فيه الا كمون وكزبره وفلفل اسود وشطه وملح. حلو. ما بحطش فيه اكتر من كده. وبحط فيه حزمه كزبره وحزمه بقدونس وحزمه شبت. حلو جدا. بس والطماطم طبعا بحط زيت وبقطع بصل بصلتين ثلاثه كده كميه حلوه. بقطع وبحطه في بحمره كويس، بخلي لونه يغمق خالص، وبعد كده بنزل عليه بالطماطم لما تتسبك، وبنزل عليها بالتوابل وبسيبهم يتسبكوا براحتهم خالص. يلا انا بحط لك كده صح بحط... ولا لا؟ طب انت لسه شفتي تجملني. ارجع يا ريس ارجع. بحمره في الزيت. بتحمريه في الزيت ولا في السمنه البلدي؟ لا لا بحمره في الزيت. امي الله يديها الصحه بتحمره في السمنه البلدي. لا انا بحمره في الزيت على طول. خليتنا دلوقتي بعمل دايت وبهرب من امي. يلا يلا يا ست الكل. بتنضفي بقى الثاني الاول. اتكلم سلمى وما تجريش عشان افهم. سلمى اهلا بيكي. اهلا كيف حالك؟ ازاي معاليك يا ست الكل؟ الحمد لله. عمري عايزه تسليه المشويه. المشويات حاضر. بصله مبشوره، طماطميه مبشوره، ملح، فلفل، عصير ليمون، معلقتين زيت. طب ممكن بس تساعد لي الطبق بتاع الكرشه والفلفل اللي هي عملتها؟ عينيا حاضر. عينيا خليها حضرتك. معاش اللي يزعلك. عشان انا كل ما رن عليك اقول لك قول لي على طريقه العيش وانت تقولي بعد الفاصل. والله العظيم فعلا انا امبارح احد المصورين فكرني اهاب وقال انت ما قلتش. قلت له فعلا لان انا قلت لهم في الكنترول فكروني. فحقك عليا. سيبيني سيبيني هعمله لك والله. بس هو ما فيهوش جديد غير ان احنا بنديها بطاطس يا زنسان. هو ده الجديد بتاعه، ان انا احاول اخلي الدقيق اللي هو من غير جلوتين انه ياخد عرق معايا. حقك عليا ما تزعليش. خليها تعيد لي بس طبعا الكبسه في السلام. حاضر. تحت طبعا. المنبر ده نظفتيه ازاي بسرعه؟ المنبر ده انا بقلبه على ظهره وبحكه بالسكينه كويس. حلو. وبرجع اخمره شويه في 10 دقائق في خل. وبعد كده بغسله وبغسله تاني بقى بملح ودقيق وليمون. وبغسله كذا مره بقى كذا غسله لحد ما بلاقي ان هو ما فيهوش ريحه زفاره. ونضف معايا كويس. بقلبه تاني. علشان الدهون دي لازم بتنزل يعني في السليق عشان ما تضرناش. حلو برافو عليكي. طيب يلا يا ست الكل، انت دلوقتي نظفتيه وتمام التمام. وعملت الخلطه دي ني في ني؟ لا بسبك الطماطم. بتسبك الطماطم؟ يلا ورينا بيحشو. انا ما بعرفش احشيه والله وبعلب بالله. نيجي معايا استاذه رها. بنمسكه كده. استاذه هدى اهلا بيكي. استاذه هدى اهلا بسعادتك. اهلا بحضرتك. وزي المدام اللي عندك اللي منوره المكان بصراحه. ربنا يكرمك. عامله حاجات جميله جدا. ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك. الله يبارك. فعايزه اسالها على حاجه. هل بالنسبه لبيتها وحبيبتي ليها طريقه ثانيه غير اللي هي بتعملها؟ طب هترد عليكي. طيب ماشي دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى معلش الله يصلح حالك، عايزين الفطير اللي هو بالعجوه دوت عشان عايزين نعمل العيال. حاضر ربنا يخلي لك الولاد يا رب. يا رب يا رب يبارك لك ويخليك. انا لا تقول لي ماشي. انا يا ست الكل. ماشي شكرا. ايه ده لحقتي تحشيه كده؟ يا عروبه. وريني كمان واحد. ما يبقاش مكبوس. ها؟ لا لا عشان ما ينطقش في نفسي. والله نفسي اتعلم احشيه. ازاي بقى؟ بتعمل ايه؟ شايفين يا جماعه؟ سهل جدا. ده بالنسبه لك. ما كل واحد شاطر. وانتوا بصراحة شطار قوي في المحشي وفي كل حاجة يعني. وفي الفطير انت عندكم فطير في الفيوم حلو جدا. ايه؟ اكل نفسك. تعرف تعملي فطير؟ لا
لا الفطير بتاع العروس هو احسن حاجه عندنا. يا ست كنت اعتبريني عريس وقتي الفطرتين وانت جايه. يا عم محمود يا عم محمود، يعني لو كنت جبت فطرتين يعني كان هيحصل ايه؟ الكلام ده بينا وبين بعض مش هوصله للمشاهدين صح؟ احنا عندنا لك حكي يا بابا. اسمها ايه بنتك؟ روان. روان سنه كام يا روان؟ مكسوفه تتكلمي، انت عامله زي مامتك، مش عارف اعمل فيكوا ايه. بس هي العيله كلها خجوله. العيله كلها خجوله، مش هينفع مش هينفع يا ايمان، مش هينفع. يا استاذه رحمه اهلا بيكي. يا استاذه رحمه اهلا بيكي. امري يا ست الكل تحت امرك. التليفون جاله سكته قلبيه. استاذنك يا ايمان ثانيه كده عشان ابقى خلصت لك اطباقك. العفو يا ستي، زي ما اكون جاي اقول لك اديني حاجه لله يعني. في ايه يعني؟ ما هو معناها ايه احنا شكرا كده يا شيف يعني؟ مش كده، ما فين عماره بس يعني؟ بقيتوا تشدوا عليا شد جامد، بتعاملوني معامله مش حلوه بجد. ما احنا شكرا، ربنا يخليك يا رب. شفتوا بقى الفن؟ بس كفايه عليك. ايه ده يا حاجتي كل دول؟ بجد والله العظيم الله يفتح عليك ايمان. انا مش هشكرك، انا متاكد ان الساده المشاهدين بيشكروكي على شويه الاكل دول. الواحد لو راح لاي حد من اسره ولا الاكل ده هيفرح بيه قوي. تسلم يا شكرا. بكره العدسه الساعه 7 الصبح يا جماعه نقدر نتابع شغل ايمان. حد جاي لنا من الفيوم، هو هي وزوجها وابنها وبنتها، طفله صغيره روان جميله. والموبايل اللي معاك ده هاخده صور قوي. جمال خجولين جدا، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني افكهم كلهم. يعني عيله محترمه وجميله والله يا جماعه، والله والله مصر فيها ناس خلوقه قوي، خلوقه. ويمكن مصر كلها لو بعض الشيء عايز مثلا ان هو بعد كده ياخد باله في طريقه كلامه في ده في ده، فده امر ان شاء الله هيتحسن بعد كده. انا بشكرك يا امان جدا. شكرا الساده المشاهدين طبعا على الشغل الرائع والصفه الجميله. ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده ومع الشيف محمود. الله يكرمك يا ايمان، بشكركم جدا. بشكر اهل الفيوم انها انجبت ايمان، واللي زي ايمان القاكم في حلقه قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله.